بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم إن شاء الله يا شباب راح أحاول إني أنفذ معاكم مهمات السورتي، لكن في هذا الفيديو إن شاء الله يا شباب بحاول إني أختار أسهل البلدات اللي تسهل عليكم تنفيذ هذه المهمات، لأنه بعض الناس تحس إنها فيها صعوبة، لكن إن شاء الله اليوم بحاول إني أختار أسهل البلدات. خلونا الآن نشوف إيش هي المهمة الموجودة عندنا. طيب الآن من الواجهة الخاصة بالمهمة نفسها تلاحظوا إنها ضد الانفستد، فالمهمة هذه الآن ضد الانفستد. المهمة الأولى عندنا يا شباب مهمة سهلة جدا وواضحة، موبايل ديفنس. في أكثر من شخصية ممتازة جدا مع هذه المهمة، مثلا شخصية نيكس، شخصية ليمبو، شخصية نوفا بالبلد البطيء، ميسا، كثير من الشخصيات، تمام؟ لكن دائما مهمات السورتي يكون فيها شرط معين، يعني كل مهمة يكون فيها شرط معين. المهمة هذه يا شباب زي ما هو واضح الحين انه يقول لك دمج السلاش بيكون عالي جدا في هذه المهمة، فانت دائما اقرأ الاشياء الموجودة فيها عشان تعرف تختار الشخصية المناسبة لك. طيب بما انه الان دمج السلاش بيكون فيها عالي جدا، فبالتالي بتكون شخصيتي بتنزف بشكل كبير، ممكن اموت داخل الجيم، فانت في الحالة هذه لما تعرف الشرط تختار شخصيات مناسبة، تمام؟ فمن افضل الشخصيات اذا كانت دمج زي كذا او من هذا النوع، انا افضل دائما تكون شخصية ليمبو. ليش ليمبو؟ لأنه ليمبو ما يقدروا يدمجون نهائيا، خصوصا إذا دخل العالم الثاني. ففي هذه المهمة راح أختار ليمبو وراح أوريكم أسهل بيلد تقدر تستخدمه في تنفيذ هذه المهمة. فالآن هذا هو ليمبو، تمام؟ والبيلد هذا هو البيلد اللي بستخدمه إن شاء الله. طبعا إذا كان ما تبغى تركب عليه فورما زي ما أنا مركب، تقدر تستغني عن هذا المود، تمام؟ وقتها البيلد بيركب معك بدون فورما، تمام؟ الشيء الثاني إذا كان بتستخدم شخصية ثانية عشان دمج السلاش، في عندك أركينات خاصة بمقاومة السلاش زي هذه الأركين، أو بعض المودات تكون خاصة بمقاومة السلاش تلقاها في هذه العلامة، هذه العلامة خاصة بالدفاعات، فتلقى أحيانا دفاعات مثلا ضد الثلج، ضد مثلا الرادييشن إلى آخره، فهذه قسم ثاني برضو تلقى فيه مودات خاصة للمقاومة ضد السلاش، لكن الأفضل على الإطلاق دائما يكون الأركينات. لكن بما أني الآن اخترت شخصية ليمبو، أكيد أني ما راح أختار الأركينات، فراح أدخل المهمة الآن وعلى وضعية السولو وراح أنفذها معه. خلينا نشوف الآن إيش اللي راح يكون. اوكي شباب زي ما انتم شايفين ادخل العالم الثاني، فبالتالي الحين ما يقدروا يدمجوني نهائيا، فبالتالي كذا قطعت عليهم ايش دمج السلاش نهائيا، يعني ما يقدروا يأثروا علي نهائيا. فهذه من الاشياء اللي انا حرصت اني اسويها في هذه المهمة، تمام؟ الان خلينا نتقدم نوصل عند الجهاز، وقتها نسوي له مهمة الحماية ونستمر بنفس الخطوات، تمام؟ انا بحاول اني اختصر الفيديو بقدر المستطاع، فراح اوريكم الطريقة الاولى اللي راح اسويها في هذا الجهاز. اركب المفتاح، وأول ما أركب المفتاح على طول أدخل العالم الثاني عشان ما أتدمج، وبعد كذا أبدأ أثبت. شايفين الآن ثبتنا، فبالتالي أقدر أقتلهم بكل رياحية. فخلص كذا الآن سيطرنا على الوضع كامل بدون ما يدمجوني نهائيا وبدون ما يأثروا علي نهائيا. فهذه تعتبر هي طريقة المهمة الأولى. في شغلة ثانية بوضحها، أنه عندي الآن التثبيت مدته 23 ثانية زي ما أنتم شايفين، تمام؟ ومدة الجهاز تكون 52 ثانية زي ما انتم شايفين. فإذا كان انتهى الوقت وانت خايف انهم يكونوا قريبين منك، تقدر تطلع برا الكورة هذه من هنا، تمام؟ وتخش العالم الثاني، وقتها تقدر تجدد الوقت من برا الكورة، تمام؟ زي ما انتم شايفين. فالآن مجرد ما يقرب ينتهي، شوف الآن انتهى، على طول أثبتهم مرة ثانية وأكون خلاص كذا تأكدت 100% إن الآن أنهيت الجهاز الأول. ونفس الخطوات تقدر تنفذها على الجهاز الثاني. فأنا راح أختصر الآن وأبدأ معكم المهمة الثانية بعد ما انتهي من هذه، لكن نفس طريقة هذه اللي أنا سويتها نفذها على جميع الأجهزة، فانتظروني حتى تبدأ المهمة اللي بعد. طيب كده انتهينا، فخلاص الحين أروح أنفذ نفس الخطوات هذه على الجهاز الثاني. طيب شباب خلونا الآن نشوف المهمة الثانية. طبعا المهمة الأولى وضحنا أهم الأشياء الموجودة فيها، خلينا نشوف الآن إيش الشروط هنا. طيب المهمة اللي بعدها يا شباب مهمة رسكيو، اللي هي مهمة إنقاذ، تنقذ شخصية معينة
ولازم من الشروط المكتوبة الآن إنه لازم يكون عندك سلاح بو اللي هو القوس، تمام؟ فأنا عندي أساساً من البداية عندي سلاح القوس، فراح أخذ شخصية ممتازة وسريعة. عندك أكثر من شخصية سريعة، مثلاً شخصية بولت، مثلاً شخصية لوكي، كثير من الشخصيات، شخصية غاوس إلى آخره، تمام؟ بس احتمال إني أخذ شخصية لوكي بما أنها تختفي وتكون سريعة في الحركة، وراح أوريكم البيلد وأسهل بيلد تقدر تنفذه مع هذه الشخصية. طبعا هذا هو البيلد يا شباب اللي أنا مسوي لشخصيتي، بيلد عبارة عن دريشن وعن سرعة فقط، يعني أكثر شيء يكون دريشن وسرعة زي ما أنتم شايفين. إذا كان تبغى تسوي البيلد هذا بدون فورما، بدون فورما تقدر تستغني عن هذا المود وتركب هذا مكانه هنا، تمام؟ وقتها راح يركب معك البيلد. وزي ما انتم شايفين طبعا هذا الكلام للناس اللي عندها اللوكي العادي، اما اللوكي البرايم تشوف الان البيلد امامك بدون فورما والبيلد جدا جدا ممتاز، تمام؟ من الاشياء الحلوه اللي دائما تحطها مع شخصيه لوكي اركين المغناطيس، هذه من الاشياء الممتازه جدا تكون معه. ليش؟ لانه احيانا تلعب مثلا مهمه سباي، تلعب مثلا مهمات يكون فيها مثلا دمج بالمغناطيس، او عند بوابه يكون فيها مغناطيس وتكون مسرع ما انت منتبه، ترى هذه تحميك بشكل كبير جدا باذن الله، ما تخلي المغناطيس ياثر عليك ويسحب عليك الانرجي. فهذه من اجمل الاركينات تكون مع شخصيه لوكي، وفي النهايه هذه قرارات اختياريه، تمام؟ فشوف الان البيلد سهل جدا بدون فورما، واذا كان عندك لوكي عادي ركب هذا المود هنا، تمام؟ واستغني عن هذا المود، وقتها يكون عندك البيلد ان شاء الله بدون فورما. فخلونا الان نشوف هذه المهمه وكيف نقدر نخلص. يلا خلونا نبدا الحين. زي ما انتم شايفين طبعا البيلد، زي ما انتم شايفين بيلد سريع جدا وممتاز جدا صراحه مع هذه الشخصيه ومريح. طيب الان من الاشياء اللي برضو لازم تعرفها في مهمات الرسكيو انه كل مهمه رسكيو لها طريق مختصر، تمام؟ فاذا كان انت تعرف الطرق المختصره شيء ممتاز، اذا كان ما تعرفها الله يعينك نفذها بالطريقه العاديه وادخل مع البوابات العاديه وشوف، تمام؟ بعض الناس تنزل بالاسفل عشان تهكر البوابه، لكن زي ما تشوفوا الان هذا طريق مختصر وراح ادخله الحين واشوف. طيب خلينا نبدا. بسم الله. اوكي تمام، ما في شيء هنا نروح. طبعا ما تقدر تستخدم مفاتيح التهكير في مهمات السورتي نهائيا. طيب الان انقذناه، يلا نطلع بشكل سريع، نحاول نهرب من هذا المكان. طبعا راقب دمه في اليسار، شايفين كيف يتدمج؟ كل ما تكون اسرع في الحركه كل ما يهرب هو منهم بشكل اسرع، تمام؟ يعني لا تنتظره وتمشي معه وتحميه، خليك سريع، لانه شوف كان يتدمج لكن يوم اني مشيت بسرعه بدا يرس من جنبي، كل شويه يرس من جنبي حتى يبعد عنهم وما يقدروا يدمجوني. فدائما لا تنتظر الشخصيه. اوكي الان انتهينا من المهمه الاولى زي ما انتم شايفين بكل بساطه، او المهمه الثانيه بكل بساطه، ما فيها صعوبه نهائيا، والحمد لله انتهينا منها بشكل سريع جدا. المهمه ما اخذت معنا الا دقيقتين، شيء ممتاز. طيب الان خلينا نشوف المهمه الثالثه وش الشرط الموجود فيها وكيف نقدر نخلص. طيب شباب خلونا الان نشوف المهمه الثالثه. المهمه الثالثه زي ما هي واضحه الحين قدامكم مهمه سباي، مهمه سباي اللي هي تهكير ثلاثه اجهزه، والشرط الموجود فيها انه في دمج بيكون من نوع الثلج. طيب هذه المعلومه بوضحها لكم يا شباب، اذا كان الدمج من نوع الثلج بتكون شخصيتك بطيئه في الحركه، بطيئه في الحركه، يعني ممكن ما تكون بنفس السرعه المعتاده، ممكن يكون عندك في بطء في الحركه. ففي عندك اكثر من شخصيه ممتازه لهذا الشرط، على سبيل المثال شخصيه وكونغ تقدر تختفي وتطير بسرعه وتقطع المسافات بشكل سريع بحيث انك ما تكون بطيء، وفي نفس الوقت ممتازه وكونغ في تنفيذ مهمات السباي. وهذا الشرط يعتبر من الشروط السهله لكنه مو صعب بشكل كبير، لكن انا بالنسبه لي اكيد اني بختار لوكي لاني احب هذه الشخصيه، فراح اختار هذه الاركين المقاومه للثلج، شايفينها؟ هذه الاركين المقاومه للثلج. اذا ما عندك هذه الاركين زي ما قلت لك الفرق الوحيد اللي بيكون في الجيم انك بتكون حركتك بطيئه فقط، يعني ما فيها صعوبه نهائيا، وهذه بتتاقلم عليها اثناء الجيم. بس هذا هو الشرط الوحيد في هذه المهمه، ويعتبر شهر سهل جدا. لفل الانمي طبعا من 80 الى 100، يعني يبغى لك تنتبه.
طيب نبدا الحين، اول شيء نشحن عندنا الانرجي ونبدا نستعد ويلا نجي. شايفين كيف حتى وانا مركب الاركين شوفوا كيف حركته ابطا من قبل، شايفين؟ هذا بسبب ايش؟ دمج الثلج. شوفوا لما حولوا السرعه العاديه شوف سرعته كيف، شايفين كيف بطيء؟ ففي فرق في الحركه. يعني هذه بس من الشروط الموجوده في هذه المهمه، ما يعتبر شرط تعقيدي لكن عشان يبطئ حركتك في الجيم. فعندك اكثر من شخصيه لكن انا زي ما قلت احب شخصيه لوكي في هذه المهمه. اقتربنا من الجهاز الاول زي ما انتم شايفين، وخلينا نشوف كيف نقدر نحله. اوكي نفك البوابه. ماشي. اول حاجه تسويها انك تحاول تفجر الكاميرات حقت المراقبه عشان ما ياثروا عليك، تمام؟ وبعد كذا تحاول تتقدم. انا راح استخدم نسخ الظل الخاصه بلوكي عشان اقدر اتخطى الليزر. اوكي نجي هنا، بعد كذا بحاول اختصرها بشكل سريع، احطها هنا عند الجهاز بشكل فوري وابدل معه، تمام؟ الحين الجهاز ما وصل عنده الظل. اوكي تبدل اذا كنت خايف من البوابات ما تكشفك، فهذه هي الطريقه الممتازه، تمام؟ اوكي انتبهوا لي في اخر لحظه لكن الحمد لله عدت على خير. نجي الحين هنا، طيب هذا الجهاز الاول وانتهينا منه. انا رميت قرص انرجي هنا بستفيد منه، تمام. هذا الجهاز الاول وانتهى. خلينا الان نشوف الجهاز الثاني كيف نقدر نحل اللغز. اوكي طيب هنا الان عندنا طريقتين. طبعا لازم تلاحظ انه في ليزر عند الجهاز، يعني حتى لو تعبت ووصلت عند الجهاز ممكن يروح تعبك على الفاضي. فانا راح اقفل الليزر اللي عند الجهاز في البدايه، بعد كده راح اخذ الحين الطريقه السري، تمام؟ راح استخدم الطريقه السري، فراح اطلع من هنا، تمام؟ بعد كده اطلع يسار، فجر الكاميرات الموجوده بالاعلى عشان تقدر تاخذ راحتك في الحركه، فهمتوا؟ طيب الخطوة اللي بعد كده تمشي مع الممرات حتى توصل للجهاز. طيب الجهاز هو هناك زي ما انتم شايفين، فراح اقفز. الان انا وصلت عند نفس الجهاز، بفجر الكاميرا، تمام؟ وفجر الكاميرا الثانية. خلاص كده اللغز انتهينا منه بكل سهولة الحمد لله، ما في صعوبة نهائية، يعني ما يحتاج تهكر ولا يحتاج تتعب، بس اهم شيء انك تفك نفس الليزر عشان تقدر تاخذ راحتك في هذا اللغز. فكذا الان انتهينا من الجهاز B، خلونا نشوف الان الجهاز C. دقايق بس خلونا نصور هذه، ويلا خلونا نشوف الان الجهاز C لانه في فرق كبير جدا. طيب عندنا هنا كاميرا مراقبه راح نكسرها، تمام؟ نجي هنا ننتظر الليزر، قدم خطوه، بعد كده اقفز وانت قريب من الجدار، تمام؟ مجرد ما يرتفع الليزر اقفز واجتاز هذه النقطة. طيب الحين ننتظر هذه البوابة حتى ترتفع للأعلى ونتقدم. هنا في بوابة ثانية، طبعا تقدر تبدل بالظل زي ما سوينا قبل شوية، لكن هذه برضو من الأشياء المريحة. في لها طرق سرية هذه الخريطة يا شباب، من هنا شايفينها؟ طبعا تجي من الخلف من هنا من فوق للأعلى وتطلع وتجي من هنا، تمام؟ هذا للناس اللي تبغى تعرف الممرات السرية. نفس الطريقة اقفز جنب الجدار، اتأكد انه ما في ليزر، ما في ليزر، ما في ليزر، ما في ليزر، تمام؟ نتقدم. خلاص وصلنا الجهاز بكل سهولة. هنا تمام انتهينا. الحين نهكر الجهاز الثالث وخلاص كذا المهمة انتهت معنا الحمد لله بكل سهولة وبدون أخطاء. طيب الان زي ما انتم شايفين انتهينا من مهمه السورت الحمد لله، ما فيها صعوبه نهائيا ولا فيها اي مشاكل نهائيا. فخلاص نرجع السفينه وان شاء الله يطلع لنا شيء حلو. اوكي ايش بيجي؟ ايش بيجي؟ كوفا 6000، شيء ممتاز. الكوفا معقول،
أتمنى يا شباب تكونوا استمتعتوا معي في هذا الفيديو، وأتمنى تكون جميع المعلومات الخاصة بالبلدات والتعامل مع الشروط الخاصة بالمهمات السورتي واضحة لكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسوا يا إخوان دعم القناة بالاشتراك واللايك، ولا تنسوا يا إخوان نشر الفيديوهات، وبإذن الله نشوفكم في فيديو قريب. مع السلامة.